ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. انا عايزه اقول لكم ان انا هعمل حاجه جديده. انا قلت بدل ما اقعد اتكلم عن بلد معينه واقول لكم عاداتها وتقاليدها في رمضان 1 2 3، قلت لا، انا اتكلم عن عادات وتقاليد وبس، ما اقولش اسم البلد، واستناكم تحت في الكومنتات تقولوا لي اسم البلد. وعد مني ان في هديه هتبقى حلوه قوي، بس اهم حاجه يكون الحد دوت من بورسعيد، وهديله الهديه ونصور مع بعض. اول كومنت هيقول البلد ايه هيبقى ليه هديه حلوه بيه. تعالى بقى نبدا الحلقه. ايه سيدي رمضان؟ ناس بيبقوا مستنيين رمضان بفارغ الصبر. صحه رمضانكم، كل عام وانتم بخير، يدخل عليكم بالصحه والهنا والخير. يعني ناس كتير لسه ما عرفتش ايه هي البلد، بس هي من احسن البلد العربيه اللي بتستقبل شهر رمضان بكل حب وود وكده. عايزه اقول لكم ان هم ليهم عادات وتقاليد كتيره جدا. اول عاده من عادات وتقاليد وهي عاداتهم قبل رمضان. اغلب البلاد العربيه في ناس كتير بتقعد تنظف البيت وكده، بس الناس ديت ما بتنظفش البيت بس، الناس ديت بتغير ادوات المطبخ كلها، الناس ديت كمان بتدهن الحيطان كلها قبل رمضان ما يجي. وعندهم عاده حلوه قوي اسمها العاده الشعبانيه. العاده ديت بيعملوها قبل رمضان باسبوع، بيبداوا كله يتجمع البيت الكبير بتاعهم، مثلا بيت الجد، بيت الخال، او بيت العم، ويبداوا كلهم يتجمعوا، منها صلة ارحام، ومنها كمان ان هم بيجمعوا مونه وفلوس وكده وبيعطوها لاي حد فقير. الهدف منها ان ما يبقاش في حد فقير ممكن يستقبل شهر رمضان وهو مش معاه او مش مجهز. بيجيبوا ادوات مطبخ جديده استقبالا بس لشهر رمضان، في اواني، طنجره او حله من الطين بس ديت لرمضان، بيعملوا بيها نوع من انواع الشوربه هنتكلم عنها دلوقتي. فرمضان بالنسبه لهم حاجه كبيره، يعني اللي هو بيقولوا رمضان يقولوا سيدي رمضان، اللي هو كانه شخص هم مستنيينه كل سنه. تعال ندخل اي بيت من البلد ديت ونقضي اول يوم رمضان فيه. مشهور عن ستات البلد ديت ان هم بيقضوا وقت طويل جدا في المطبخ. المعلومات ديت جايباها من واحده من البلد دي، كنت هقول الاسم. بيقول ان اغلب الناس بتقوم العصر، هم بيقوموا من بدري، من كمان قبل الظهر يبداوا ان هم يجهزوا سفره رمضان. من الاصناف اللي بتبقى موجوده على سفره رمضان اللي هي الشخشوخه، شوربه الفريك، ديت من اهم الاطباق اللي لازم تبقى موجوده رمضان. وفي حاجه اسمها طنجره الحلو، بس هي مش حاجه حلوه، لا هي حاجه حادقه بتتاكل مع الاكل. من الحاجات اللي هما بيفطروا عليها، بيفطروا على حلويات، هما طبعا تمر ولبن كلنا عارف، وبيفطروا على حاجه اسمها قلب اللوز، مشروب اسمه قلب اللوز. بعد ما تخلص الفطار على طول وتاكل كل الاكلات الجميله، بعد على طول لازم فنجان قهوه وحلويات. وبيفطروا على مش ميه عاديه زي اللي احنا بنشربها، ميه ورد مكتره. اما السحور فقرات في مقاله من المقالات ان هما لازم يسحروا كسكسي، دوت من الحاجات المتعارف عليها في السحور عندهم في البلد. بس كده اتمنى تكونوا عرفتوا ايه هي البلد. اول كومنت بعد الفيديو دوت اول ساعة بس هيقول اسم بلد صح هو اللي هياخد الهدية. كل عام وانتم بخير، مع السلامة.